عن أسباب بقاء رئيس الوزراء جبريل أتال في منصبه نتابع توضيحات الدكتور مجيد بودن محام وأستاذ القانون الدولي كان معنا من باريس. أولا لما بعد الانتخابات دائما رئيس الحكومة يقدم استقالته وتقبل من رئيس الدولة ثم يعطيه ويطلب منه الاستمرار في التسيير المؤقت للحكومة، ذلك لضمان السير العادي للعمل الحكومي وفي انتظار أن ينبثق عن المجلس الجديد عن البرلمان الجديد أن ينبثق عنه أغلبية يمكن أن تقوم بتشكيل حكومة، وكذلك بضمان أنها لن تسقط لأن لها أغلبية مطلقة. في هذا الوضع هناك ثلاث كتل أساسية ولم تتمكن أي كتلة منهم من الحصول على أغلبية مطلقة لتشكيل حكومة. الشيء المهم في هذه الانتخابات أنه أن اليمين المتطرف وقع إقصاؤه بعدد كبير من الناخبين، أي ثلث الناخبين رفضوا أقصى اليمين، وهذا شيء مهم بالنسبة للمجتمع الفرنسي، ولأنه يكرس أن الشعب الفرنسي بأسره في أغلبيته، إن قلنا في أغلبيته، يريد الإبقاء على مجتمع منفتح وعلى القيم التي سادت هذا المجتمع منذ قرون.